السلام عليكم من قناة الإخبارية السورية، أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. بناء على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على السماح باستيراد البطاطا من مصر، أصدر وزير الاقتصاد الدكتور أديب ميالة قرارا باستيراد 10,000 طن اعتبارا من الخامس من شباط الجاري ولغاية الخامس من آذار المقبل. وبناء على هذا القرار قامت وزارة الزراعة بمخاطبة وزارة الاقتصاد بالموافقة على منح إجازات استيراد مادة البطاطا خلال فترة غياب الإنتاج المحلي، حيث تم تكليف المؤسسة السورية للتجارة باستيراد كمية 5,000 طن مقابل تصدير 10,000 طن من الحمضيات السورية. أوضح وزير النقل المهندس علي حمود أن الوزارة تعمل على إعادة انتعاش قطاعات النقل الجوي والسككي والبحري والبري وعودة تفعيل العمالة في هذه القطاعات ودوران عجلة الإنتاج. حمود أكد سعي الوزارة لتعزيز إجراءات حماية المنشآت وأمنها وإدارة المخاطر، مضيفا أنه تم إعداد برنامج تدريبي متكامل في أعمال الدفاع المدني بغية تعزيز إجراءات الأمن والسلامة المهنية للعاملين بالتعاون مع عدد من المنظمات الشعبية. كشف مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي حسنين علي أن المؤسسة تخطط للوصول إلى محطة الفيجة قريبا بعد تحرير نبع الفيجة من الإرهابيين. علي أشار إلى أن إجمالي إيرادات المؤسسة عن العام الماضي بلغت 547,600,000 ليرة بنسبة إنجاز 100% من المخطط السنوي، موضحا أن إدارة المؤسسة بذلت جهودا كبيرة لإعادة تسيير قطار النزهة لخدمة السياحة الشعبية على محور دمشق سرغاية الحديدي. أكد مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية المهندس أكرم الحسن تخصيص 850 مليون ليرة سورية للمناطق الصناعية والحرفية. الحسن أوضح أن الحكومة قدمت الدعم للمناطق الصناعية والحرفية في كل المحافظات من خلال تخصيص مساهمات مالية لدفع نفقات الدراسة وبدلات الاستملاك وتنفيذ البنى التحتية، حيث بلغت المساهمات الإجمالية لهذه المناطق منذ 10 سنوات حتى العام الماضي نحو 6,100,000,000 ليرة سورية. بمشاركة سورية للمرة الثانية، افتتح في ولاية هريانا الهندية المعرض العالمي 31 للحرف اليدوية بمشاركة 20 دولة والعديد من المعامل الهندية للحرف اليدوية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. بمشاركة سوريا للمرة الثانية، افتتح في ولاية هريانا الهندية المعرض العالمي 31 للحرف اليدوية بمشاركة 20 دولة والعديد من المعامل الهندية للحرف اليدوية، وسط احتفالات شعبية ومشاركة فرق عربية وأجنبية في تقديم عروض فلكلورية. مشاركة الوفد السوري في معرض نودل للصناعات اليدوية يساهم بشكل فعال في التمازج الثقافي بين البلدين والتفاعل الحضاري بين سوريا والهند. إن وصول الوفد السوري إلى نودل يعتبر هذا إنجاز عظيم بسبب الظروف التي تمر فيها سوريا، ظروف الحرب المفروضة على سوريا، المعاناة التي يعاني الشعب السوري، فمن رحم المعاناة وصلنا إلى هنا. الوفد السوري المشارك وبالتعاون مع السفارة السورية في نيودلهي أقام جناحاً شارك به عدد من الحرفيين السوريين بمعروضات للأشغال اليدوية، كما شارك مشروع ارتزيانا السوري الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الحرف والصناعات اليدوية التي تمثل جانباً هاماً من جوانب الاقتصاد والتراث السوري.
وجبنا نحن بمجلس شيوخ الكار نساوي عصرنا بالتراث، ربط الماضي بالحاضر، ومشان نشجع الصبايا وحديثي العهد والشباب انه نحن عنا البصمات السوريه والابداعات اللي تركتنا يا ابائنا واجدادنا، اقل ما يمكن انه نحافظ عليه وننقله بطريقه حضاريه ونحط فيه لمسه من الابداع الحاضر. مشاركتنا بالمعرض حتى نقول للعالم كله هالتحف، ايش العالم التحف الغنيه العريقه اللي بتشتهر فيها سوريا. المعرض الذي يستمر لمدة 15 يوماً يهدف إلى عرض المنتجات اليدوية وتشجيع الحرفيين للحفاظ على التراث، ويحتل مكانة مرموقة على التقويم السياحي الدولي. صرح محافظ البنك المركزي المصري أن بلاده تلقت 4 مليارات دولار حصيلة إصدار سندات دولية والتي جرت في بورصة لوكسمبورغ. هذه الإيرادات تعتبر الطرح الأكبر في تاريخ مصر والقارة الإفريقية، وتضمنت أجال الطرح الخاصة بالسندات 3 فئات لمدة 5 أعوام بمعدل فائدة 6.12% و10 أعوام بمعدل فائدة 7.5% و30 عاما بمعدل لفائدة 8.5%. أكد وزير التعاون الدولي السوداني أن بلاده تسعى لإتمام إجراءات انضمامها لمنظمة التجارة العالمية مع استئناف محادثات دخولها المنظمة الدولية بعد انقطاع دام 13 عاما. ولإحياء تلك العملية عكفت الخرطوم بعناية على مذكرة تفاهم محدثة تتعلق بنظام تجارتها الخارجية وخطة عمل تشريع وأخرى تتضمن خططها للتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. استمرت أسعار النفط بالصعود على خلفية خفض إنتاج الخام من قبل الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين المستقلين كروسيا، وارتفعت الأسعار متأثرة بخفض روسيا لإنتاجها من الخام كمساعدة منها في دعم جهود أوبك الرامية إلى إعادة التوازن والاستقرار لأسعار النفط في الأسواق العالمية. مشاهدين إلى أسعار العملات، بحسب النشرة الرئيسية للمصرف المركزي الدولار في شركات الصرافة 517 ليرة و42 قرشا، أما اليورو 558 ليرة و48 قرشا. أما في أسواق الذهب العالمية، أونصة الذهب عالميا سجلت 1216 دولار، محليا 17600 ليرة لعيار 21، 15085 ليرة لعيار 18. أما في أسواق النفط العالمية، خام برنت سجل اليوم 57 دولار و30 سنتا للبرميل، الخام الأمريكي 54 دولار و18 سنتا للبرميل. مشاهدينا، هذا كان كل ما لدينا في الاقتصاد، ننتقل إلى أيهم لمتابعة آخر أخبار رياضية.